آية من آيات الله في الكون وفي ذلك حكمته، حلقة من حلقات البعثة المحمدية، معجزة سمت بالجسد والروح معا عبر قصة سفر لم يسمع عنها أو يألفها مخلوق بشر، بمسارها من عوالم الأرض إلى عوالم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له هاتين الرحلتين، الرحلة الأرضية الذي قال فيها جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه الرحلة الأرضية، والرحلة السماوية من المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات. وفي هذه الحالة صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء بأمر من الله تبارك وتعالى. حدث رسخ لتاريخ قبل هجرة نبينا الكريم مسار بعثته، بعد أن جاوز كربات فقدان عزيز ونال من بطش قريش أذية وشركة. هذه الذكرى العظيمة هي مكرمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بعدما عاش تلك الويلات مع قومه، وبعدما فقد أعظم سند له هي أمنا خديجة رضي الله عنها، وكذلك فقد السند الذي كان يسنده هو عمه أبو طالب حتى سمي بعام الحزن. رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريم رباني وجبر خاطر لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان التتويج بالصلاة رابطا روحيا. أوصله الله عز وجل إلى منزلة لم يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويعود بهدية لرسول الله ولأمته التي هي معراجنا مع الله عز وجل، خطابنا مع الله عز وجل، صلاتنا خمس مرات نعرج من خلالها لنضع بين يدي الله آمالنا آلامنا. محطة من محطات الرسالة المحمدية هي رحلة الإسراء والمعراج، نقف عندها متدبرين في حكمها، خاشعين أمام عبرها، فسبحان الذي أسرى بعبده، ونحن بإيماننا مشبعين بتعاليم ديننا، راكعون ساجدون متضرعون.